الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمزنا النهاردة البحر في المنام. البحر ممكن يكون ملك عظيم، ممكن يكون ملك مهيب، ممكن يكون رخاء، سخاء، مشقة، تعب. كل ده تفسيرات لرمز البحر، بس كل تفسيرة منهم بتكون على حسب مضمون الرؤية. فمثلاً اللي يشوف نفسه بيغرق في البحر، للأسف الشديد ده فتنة عظيمة تحصل له. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استجار من الغرق والحرق. اللي يشوف نفسه بيعوم في البحر ومتمكن من السباحة فيبشر صلاح حال له في الدنيا مع فساد حاله في الدين، فلينتبه لدفع الضرر عنه. اللي يشوف ان هو شرب من البحر حتى ارتوى فليبشر فسيأتيه رزق عظيم. اللي يشوف الأمواج سائرة هائجة فللأسف الشديد ده معناه مصايب ومشاكل تنتاب حياته. اللي يشوف الهدوء في البحر ما يفرحش قوي، يعني الهدوء أصلا معناه بطالة ووقف حال. خير الأمور الوسط، ان انت تشوف البحر جاري عليه مركب انت بتعوم فيه بطريقة سلسة، كل ده خير لك. ولكن اي حاجة تاني فهي الضد. الشرب من النهر فتنة، ولكن من البحر فرحة. معلومة اليوم عن الجاثوم. ايه هو الجاثوم؟ الجاثوم أو الكابوس هو شيطان النوم، وجاي من اسمه، يكثم على بني آدم ليمنعه من الحركة، من أنه ينادي على حد، من أنه يقرأ قرآن. الجاثوم هو الشيطان الذي يدخل للبني آدم من الثغرة. إيه هي الثغرة؟ عدم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النوم على الشق الأيمن والوضوء وقراءة القرآن. فلذلك اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتحميك من الجاثوم. وبكده نكون وصلنا لآخر المعلومات.